لعبنا حلو. مش انا زملكاوي بقول لك لعبنا حلو. كان في كوره مصري حلوه في الملعب النهارده. ومفيش حاجه اسمها الاهلي خسر امام ريال مدريد. في حاجه اسمها لم يفز الاهلي. لم يحالفه الحظ. انا من انصار الصياغات اللي اشوفها احيانا كده تسميها المتوازنه يعني. مش دخلنا جول، مش احنا 4-1 ماشي الحال. احنا في النهايه خالص الاهلي لعب قدام مين؟ لعب قدام لو ما قلتلكش اقوى، يبقى واحد من اقوى 3-4 انديه في العالم، نادي الابطال ريال مدريد يعني. ما وبالتالي انا ما اشوفش انه الموضوع وحش. احنا لعبنا ماتش كويس، حققنا هدف، وده انت تعرف يعني ايه تدخل جول في شباك ريال مدريد؟ ده لوحده حدث، ده لوحده حدث. وانا بكلمك بامانه والله، يعني مش رفع معنويات وكلام من ده اطلاقا. انا شخص صادم طول عمري كده، بخش ارشق في الحيط. الاهلي لعب حلو، والاهلي ضغط، والاهلي عمل هجمات حلوه، وبالذات في الشوط الاول، وبالذات في اول ربع ساعه كان شغال حاجه زي السكر بصراحه، سكر والله العظيم بامانه. خلاص تمام 4-1 حلوين، تمام ماشي مش ازمه، بعون الله المره الجايه هنعمل ماتش احلى، ومين عارف يمكن نكسب قدام ريال مدريد مش قدام فلامينجو. انا اتمنى ان احنا نكسب فلامينجو باذن الله. خلوني اخد معايا على التليفون كابتن محمود عبد المنعم شطه، احد ابرز واهم نجوم الاهلي في الزمن الجميل. ازي حضرتك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام. هاردك النهارده، هاردك. معلش عدت ما يجراش حاجة، بس ايه رأي حضرتك في الماتش؟ وطبعا الماتش كان فيه يعني ابس اند داونز، مرة تلاقي الأهلي كويس، ومرة تلاقيه شوية كده، وتلاقي بقى ريال مدريد بيعلى شوية، وتلاقي الأهلي. لكن الحقيقة المباراة أثبتت إن النادي الأهلي ده نادي قوي جدا، لو استطاع ان يكون في تركيز شديد للعيبه، وعندهم الاسلوب الاحترافي الكبير عشان يتعاملوا مع 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 لعيبه بهذا المستوى. النتيجه دي يعني غير منطقيه او غير واقعيه، لانه جولين في اخر دقيقتين دي يعني دي حاجه بس بتوري انه الفريق ما كانش مركز. لكن طوال المباراه كانت الحقيقه الاهلي اضاع هدفين مؤكدين، واحد من محمد عبد المنعم الكره بتاعت الهيدنج دي، واحده بتاعت افشلي. واضح انه وصلنا للجول اكثر من مره، واضح ان هناك طبعا عندنا قدرات، وكنا الحقيقه متفائلين جدا انه النتيجه 2-1 ان يكون هناك امل في اي هجمه مرتده او اي نتيجه مرضيه نلعب اكسترا تايم يكون حالفنا الحظ. بس الحقيقه احنا ادينا اداء كويس. احنا الجولين اللي في الاخر دول بعتقد انهم انلاكي نتيجه عدم تركيز بس، لكن الحقيقه الفريق جاب متماسك طوال المباراه. بدا المباراه شويه كده حايب الموقف، بعد كده بدا يسيطر على الموقف، وعرف انه الحقيقه ال 1 اجينست 1 او الواحد ضد واحد اصبحت يعني الحقيقه. حسين الشحات كان بيأديها بشكل جيد جدا، وعمل الحقيقه شكل خطوره كبيره جدا من الناحيه اليمنى، لولا سوء التوفيق في كره محمد عبد المنعم اللي ضيعها دي في قلب الستة ياردة براسه. وكره قفشه الحقيقه يعني سهله جدا جدا، لولا الموقف كان يعني بالنسبه له هيجيب جول في ريال مدريد، خض فشاطها بشكل مش كويس. لكن انا بحيي النادي الاهلي واقول له هارلك. النتيجه 4-1 دي نتيجه غير يعني غير مش عايز اقول منطقيه، لكن غير حقيقيه. النتيجه 2-1 ممكن فهي لا تعبر عن سير المباراة طبعا. كانت ممكن تتلحق، لكن في النهاية زي ما حضرتك قلت يا كابتن شطة، الأهلي لاعب حلو، وبإذن الله الجايات أحسن بكتير. كل الشكر ليك كابتن محمود عبد المنعم، كابتن شطة نجم نجوم الأهلي زي ما كنت لكم كده في الزمن الحلو، يعني زمن النجوم الكبار جدا.